فمن ناحيه من ناحيه المراسيم ومن ناحيه يعني النصوص، يعني البناء محمي نصوصيا من الهزات من الزلازل. ما خصناش نتهموا الحجر والتراب بانه راه ما قادرش، راه قادر، ولكن خص المهارات تكون موجوده. اذا كفات الحسابات، هذه مساله الحسابات، كفات تبارك الله، ما كفاتش حساب الزمان والمكان الى غير ذلك، وجيوتكنيك ولا الدراسات الجيوتقنيه ديال الارض الى غير ذلك، اذا ما كفات نكملوها بوسائل يعني حديثه. بغيت نبلغ واحد القضيه، هو انه الان الاساليب ديال العمل خاصها تطور، تولي عند الميدانيه اكثر من الورقيه. اعاده الاعمار اللي كنتمنوا ان شاء الله تكون نموذجيه، ماشي لنا فقط في المغرب ولكن العالم والبلدان المشابهه، والعالم كله راه كيشوف فينا وكله كينتظر شنو غادي يمكن يخرج من هاد التجربه. شكرا على استضافتكم. اولا اسمحوا لي قبل اجابتي على سؤالكم بان اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم الشهداء الذين توفاهم الله في هذه الفاجعة، وأسأل الله كذلك أن يشفي الجرحى ويشد أزرهم لكي يعودوا من جديد إلى الحياة يعني العادية. وكذلك أنتهز هذه الفرصة لأعبرك مغربي وبكامل التلقائية وبكامل العفوية عن الشكر والامتنان لجلالة الملك على المحبة التي يغمر بها شعبه، فقد رأينا كما رأيتم جميعا الصور وجلالته يزور المرضى ويتبرع بدمه، وهذه يعني أمور احنا يعني تعودنا أمثالها من جلالة الملك، ولكن في هذه الفترات يعني تهز وجداننا أيضا وتجعلنا يعني نفتخر بجلالته ونفتخر بكوننا مغاربة تحت قيادته الرشيدة. بالنسبة لسؤالكم، الحماية من ناحية القانونية والتنظيمية هي موجودة، لأن هنا يعني أتذكر يعني زلزال أكادير، يعني من بعد زلزال أكادير صدر بخصوص مدينة أكادير، مع الأسف بقي الأمر في ذلك الوقت منحصرا في مدينة أكادير، صدر يعني تنظيمات يعني هندسيه اللي كتوجد وتلزم ان يكون البناء مضادا للزلازل في اكادير. ولكن انطلاقا من سنه 2002 خرج يعني مرسوم اللي معروف ار بي اس 2000، هو يعني مرسوم المضاد للزلازل، وصدر مرسوم اخر 2013 يعني هو كذلك مضاد للزلازل او مكمل للاخر. فمن ناحيه المراسيم ومن ناحيه يعني النصوص، يعني البناء محمي نصوصيا من الهزات من الزلازل. هو السؤال صحيح، هو سؤال وجيه، لذلك قلت لك اودي من ناحيه الاوراق يعني الحمايه كاينه، ولكن من الناحيه العمليه، الا لان اولا رخصه البناء اللي على اساسها تكون الدراسات وتكون الملفات وتكون، وهي معقده جدا بالمناسبه في بلادنا، لا تشمل مجموع التراب الوطني الا في بعض البنايات وبعض الحالات. وكذلك الامر اللي خصنا ننتبهوا له اكثر، وان بالنسبه لهذه المناطق خصنا ناخذوا الدروس من الواقع. بالنسبه للمناطق البناء التقليدي الاصيل واللي عنده مئات السنين، يعني المهارات ديالو صقلت عبر مئات السنين، فيها ما يمكن ان يقاوم الزلازل، ولكن مع الاسف هذيك المعرفه اندثرت وبنيت. الان كنقولوا بنا بالتراب، بنا بالحجر، بنا بكذا، راه ماشي التراب وصافي، راه تقنيات كاين، فيمكن نبني بالتراب ولكن ما نبنيش بحال القواعد اللي هي اصيله اللي كاينه ديال التراب. هذا هو الكلام.
انه اذا اختفى هذاك المعرفه الاصيله المتجذره واللي عندها قرون اختفت او قلت جدا الى درجه الاختفاء او ما يشبه، والتقنيات الجديده التي بني بها او اخذ او استعملت في البنايات لم تكن تلقى الى التقنيات الجديده اللي هي مضاده للزلازل. فلا هذا ولا ذاك، هذا المشكل عمليا، هذا هو المشكل. والدرس اللي يمكننا نستخلصه، يمكننا نستخلصه دروس متعدده، ولكن الدروس اللي نستخلصه من هذا الباب هو انه خصنا نكونوا كنهتموا بالجانب العملي اكثر من الجانب المكتبي الى غير ذلك. صحيح هذا سؤال هام جدا. اولا الكلام على بناء المنازل سيكون خطأ كبير. الكلام الحقيقي هو إعادة الإعمار. واستمعت أنا في الأخبار أن السيد رئيس الحكومة تكلم عن إعادة الإعمار، وهذا هو الصواب. إعادة الإعمار بمعنى إعادة الحياة في تلك المناطق، وإعادة الظروف المجالية ليكون شريان الحياة يسري بكيفية عادية أو ربما بكيفية أحسن من التي كان عليها فيما قبل. فإذا هي عملية إعادة الإعمار بجميع روافده، وفي ذلك الإسكان طبعا، ولكن كذلك التمدروس، وكذلك الشغل، وكذلك الصحة، إلى غير ذلك من مناحي الحياة المتكاملة. الآن كيف يمكن أن نتصور هذا البناء؟ الأساس هو العمل كخص يكون عمل متعدد التخصصات، من مهندسين معماريين، مهندسين مدنيين، وتقنيين من مختلف المجالات، وتعمل في عين المكان. يعني أتصور بك من التواضع أنه في إطار الخيام التي نصبت الآن في عين المكان، واللي العملية كلها اللي دازت شهد العالم بأن المغرب الحمد لله قام بالعملية باقتدار كبير، يعني أضيفت إلى القدرة التي شهد بها العالم مثلا المغرب في قضية إدارة أزمة كوفيد. فهذه الخيام كنت صور أن يمكنك واحد الخيمة أو جوج في أي مكان، وفي أي مكان يمكن تحتاج فيها. هذه الخيمة تضم مهندسين معماريين، مهندسين مدنيين، مختلف تخصصات ديال الهندسة ولا ديال حتى ديال التدبير. ويكون يعني الآن الحمد لله وسائل العمل بالحاسوب إلى غير ذلك، والارتباط بالإنترنت كتجعل أنه ممكن جدا العمل هناك. وهاد الناس يخدموا مع بعضهم، ماشي يخدموا مفرقين، يخدموا مع بعضهم، وكل واحد كيشوف الجانب اللي كيهمه. ولكن لما يحددوا لنا التصور، هو شوف ما خصناش نتهموا الحجر والتراب بانه راه ما قادرش، راه قادر، ولكن خص المهارات تكون موجوده. اذا كفات الحسابات، هذه مساله الحسابات، كفات تبارك الله، ما كفاتش حساب الزمان والمكان الى غير ذلك، وجيوتكنيك ولا الدراسات الجيوتقنيه ديال الارض الى غير ذلك، اذا ما كفات غنكملوها بوسائل يعني حديثه مع الحفاظ على المظهر الخارجي اللي غيكون مظهر يعني هو الاصيل ديال المنطقه. هذه مساله ما فيهاش غير بغيت نبلغ واحد القضيه، هو انه الان الاساليب ديال العمل كخصها تستور، تولي عند الميدانيه اكثر من الورقيه. ثانيا كتمكننا الان الوسائل التقنيه الموجوده الان، الذكاء الاصطناعي مثلا كيمكننا من المحاكاه، يعني غادي نضبطوا تصورات مثلا، نوضعوا تصورات متعدده التخصيصات، يسهروا عليها فرق متعدده التخصيصات. ولكن قبل ما ندوزوا للتنفيذ، ندوزوا للمحاكاه، لا سيمولاسيون، يعني نحطوا هذاك الشيء في الاطار ديالو، ونشوفوا كيفاش غيتكون التصرف ديالو ازاء الزلازل مثلا. اذا وقع زلزال لا قدر الله كيف غتتصرف، نشوفوها حنا في ليكرو، علاش غنشوفها حتى يوقع تتوقع. هادشي الان ممكن، ونشوفوا التصرفات على ازاء الفيضانات، ازاء الثلوج، ازاء ماشي غير كاين شي الزلازل، كاين يعني مخاطر اخرى، اسباب اخرى ديال المخاطر، وعاد يمكن لا تنزل في عين المكان. وغتكون واحد اعاده الاعمار اللي كنتمناو ان شاء الله تكون نموذجيه،
ماشي لنا فقط في المغرب ولكن العالم والبلدان المشابهه والعالم كله راه كيشوف فينا وكله كينتظر شنو غادي يمكن يخرج من هذا من هذه التجربه. واولا خصنا ناخذوا بعدا على الاقل في تقديري 4 ديال الدروس من هذه الفاجعه. الدرس الاول هو ان المدارس ديالنا الهندسه المعماريه والهندسه المدنيه وما شابهها وحتى بالنسبه للتقنيين في الميدان خصهم يدرسوا الزاما في المقررات ديالهم الهندسه المقاومه للزلازل او الاساليب بصفه عامه المقاومه للزلازل. هذه مساله اولى يعني ما فيهاش الكلام. ثانيا كخص المراكز ديال البحوث اللي موجوده عبر المملكه تهتم بالقضيه ديال المخاطر، لان يعني المخاطر بمجموع يعني مجموع المخاطر بالنسبه للمستوطنات البشريه بصفه عامه. ثالثا خصنا في المغرب يكون عندنا مدونات لبناء جامعه، ما يكونش عندنا نصوص متفرقه وكذا، لا خصنا مدونه جامعه للبناء اللي كتشمل جميع المناطق ديال المغرب، القرى يعني البوادي المدن الجبال السهول الصحاري الى غير ذلك بصفه عامه. يعني شنو هي المرجعيات ديال بالنسبه للبناء. ثم يكون عندنا المركز التقني للبناء اللي هو كيعطي التجارب اللي على اساسها كيخرجوا انماط ديال الحساب باش يمكننا نحسبوا هذاك المسائل يعني البناء من ناحيه التقنيه. هذا كان كل المغرب غادي يكون ديك الساعه انطلق وبدا كيحصل على السياده ديالو في ميدان البناء واعاده الاعمار من جميع الجوانب. نقطه اخيره اللي بغيت نقول هو انه في هذه العمليه اعاده الاعمار كنتمنى كذلك يكون اشراك السكان، خصوصا ان السكان ديال ذاك المنطقه عندهم الاف السنين من التاريخ ديالهم اللي هو مدربين على العمل الجماعي ومجبولين على العمل الجماعي، فما غتكون حتى شي صعوبه. بالعكس العمل ديالهم والمشاركه ديالهم والاشراك ديالهم ما يمكن يكون الا ايجابي ومفيد ان شاء الله.